اسمع الرايش منك ذي شو علاش شباب لا ما عادي إلا قال نازل ويسمع لا شوف موسى شوف عادي والبلد في حالة مرض وقول لك برا ما تطلع باش انت تاكل وش انت تشرب ولا الباس بدونه لا ما اكل بدونه لا صابون بدونه لا حاجة ما اكل بدونه شايف ما في حاجة بدونه وسجل اسمك حتى كنت تموت في الطريق ما في حد بيتكلم ان شاء الله تسجل اسمك ده خلاص تموت في الطريق تمشي بقول لك دبر راسك ايوه بقى ايوه احنا تقريبا يقول لي بديك في الاسبوع 80 دينار يا لازم ما يقدموا وتمشي للمنظمه اللي هم الشاكر هنا طبعا ما السوداني بالضبط كده ما عارف من السودان ما عنده حرفه في راسه ما بتلقاه مبني بتلقاه بطاقولات بتلقاه كهربجي بتلقاه ميكانيكي انا شخصي جيت معاه هنا ده الكتريسيه كهربائي بتاع منازل فهمت علي؟ ده جاي اهو شغال مرمى يوم يشتغل اسبوع ما يشتغل زي ده هنقدر زول يقدر يلم قروش كيف يقدر يرسل لاهله كيف يقدر حتى لو متزوج يقدر يرسل لهم 200 حتى لو دار يزوج ذاته يقدر يلم 200 لحد يزوج كان طرف إشكالية وقفك بوليسي وما عندك شراب وتكلمت معاه مثال طيب طبعا احنا هنا اصلا بنواجه طبعا الناس اللي يشتغلوا في القطاع غير المنظم وبالتالي القطاع غير المنظم هذا هو اكثر القطاع معناها باش تكون الامباكت او معناها مظاهر الازمه بادي عليه على هذا القطاع لم يقع اتخاذ اي اجراءات للوقوف امام مع هذه الفئات خاصه في على الاقل في توفر الخدمات الاساسيه له. اليوم الوضعيات اللي شهدوها مثل مجموعه من اللاجئين طالب اللجوء الموجودين في بعض الاقامات او في بعض الاماكن الخاصه لهم في العاصمه تركوا بمفردهم معناها لا عندهمش حتى معناها مساعدات على الاقل على المستوى الغذائي واحتياطات صحيه لحمايتهم. مش كل شيء لينا على الاقل نحبوا بلادنا شويه مش كل شيء من الكوارث. حتى الآن ما في شيء يعني بالنسبة لي ولا مساعدات ولا حتى شيء حتى السكن هنا ساكن نخدم في السوق ونجي نسكن يعني ببساطة أحس الخدمة ذاته ما فيش البلد كلها مسكرة كويس نصرف من وين نسكن من وين ناكل من وين لا قدر الله بقيت مريض شكون يعالجني ما فيش حتى حل ولا حتى مساعدة